والآن وقفة اقتصادية من نشرة السادسة مع مرنا إيهاب. إليك مرنا. شكرا لكم دينا وأميرة، والآن مشاهدينا جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض مخططات تنمية منطقة الضبعة، وذلك بحضور عدد من الوزراء ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية. وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء توجيهات رئيس السيسي بإعداد دراسة تشمل تصورا للتخطيط العمراني لمنطقة الضبعة ضمن خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من موارد ومقومات التنمية التي تحظى بها مصر. وخلال الاجتماع تم التأكيد أن محور الضبعة بوصلاته يعد أحد أهم محاور التنمية بنطاق الساحل الشمالي الغربي، لكونه يربط العديد من المناطق ذات الأولوية للتنمية، في مقدمتها محور تنمية قناة السويس ومنطقة منخفض القطارة ومثلث التنمية جنوب الصعيد والمثلث الذهبي للتعدين. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة البورصة أحمد الشيخ، وذلك لاستعراض استراتيجية مجلس إدارة البورصة للتطوير. واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى أن الحكومة تعول كثيرا على البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار في عدد من الملفات المهمة، أبرزها برنامج الطروحات الحكومية الذي يتضمن طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية للتداول في البورصة. وخلال اللقاء تمت الإشارة إلى أن رأس المال السوقي للبورصة سجل ارتفاعا كبيرا خلال عام 2023 ليصل إلى مستوى 1.66 تريليون جنيه، بنسبة زيادة قدرها 73.9% عن عام 2022. سجلت البورصة المصرية أكبر مكسب سنوي لها منذ عام 2016، حيث استفادت المؤشرات خلال العام بعدد من التحركات الحكومية بما في ذلك برنامج الطروحات الحكومية. وارتفع المؤشر EGX 30 الرئيسي بنحو يقدر ب 70.5% خلال العام، وهو رقم تاريخي غير مسبوق، حيث أظهرت الإحصاءات أن أرباح عام 2023 فاقت كل السنوات السابقة متجاوزة 700 مليار جنيه. وعلى صعيد تداولات اليوم، اختتمت مؤشرات البورصة المصرية آخر جلسات العام الحالي 2023 على ارتفاعات جماعية مدعومة بعمليات شراء استباقية من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية والمستثمرين الأفراد المصريين، ذلك وسط التوقعات بمواصلة المكاسب القوية للسوق خلال عام 2024. وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 1.7 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 70 مليار جنيه، تضمنت سوق السندات وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 2.8 مليار جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة تقدر ب 82% لينهي التعاملات عند مستوى 24894 نقطة. كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة تقدر ب 19% ليصل إلى مستوى 5473 نقطة. وشملت الارتفاعات مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا، والذي أضاف نحو 34% ليصل إلى مستوى 7880 نقطة.
أكد وزير البترول طارق الملا أن مشروع توسعات مصفات ميدور لتكرير البترول بالأسكندرية يعد من أكبر المشروعات التي يجرى تنفيذها على صعيد الاقتصاد المصري وليس في قطاع البترول والغاز فقط. وخلال تفقده مشروع توسعات المصفى أكد وزير البترول أهمية الإسراع بالدخول في مرحلة التشغيل النهائية واستكمال المراحل الأخيرة وفقاً للبرنامج الزمني. وتبلغ تكلفة المشروع الاستثمارية 7.2 مليار دولار، ويوفر المشروع منتجات بترولية عالية الجودة بكميات تصل إلى 3 ملايين طن سنويا في مقدمتها السولار بالمواصفات الأوروبية والبنزين عالي الأوكتين. أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية ارتفاعاً طفيفاً في معدل النمو للاقتصاد الأردني في الربع الثالث من العام الحالي إلى 2.7% مقارنة مع 2.6% في الربع السابق من العام الحالي. هذا ويتوقع صندوق النقد الدولي بأن ينمو الاقتصاد الأردني في العام الحالي بأكمله بنحو 2.7%. انكمش النشاط الصناعي في الصين لثالث شهر على التوالي في شهر ديسمبر الجاري، وهو ما يلقي بظلاله على توقعات التعافي الاقتصادي لدى الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وبحسب بيانات رسمية، انكمش مؤشر مديري المشتريات الصناعية عند 49 نقطة في الشهر الجاري، ذلك مقابل 49.4 نقطة في شهر نوفمبر. وتشير القراءة دون مستويات 50 إلى انكماش النشاط، أما مستويات القراءة أعلى من 50 فتشير إلى نموه. مشاهدينا، انتهت أخبار الاقتصاد، وعودة إليكم مرة أخرى دينا وأميرة. شكرا لك ميرنا.